درع ماشي قصيتك لايف والله عائلك مرية وثاني قسموا على المساكن وعندك تلفون بسيطة انت مثل حال تصرف لعباتك في الملايين الوالد تبارك في لايف اراه هو بدا البث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا حانو يلتحقوا بنا رواقيش التحق بنا اكبر عدد من الفيسبوك نعود ان شاء الله نجدو احنا مازلنا نحن رواقي جوجون مجاب الحمد لله احنا شوي تفضلوا احنا بين الوقت اللي علمنا ما نقدر نقدر عندنا 9:30 وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنا مزن الحانو نحن ليلة جايين هون منزل عدمان الصوت اللي كان يشاركوا أسرة عدمان الصوت فرحتها شاركوا الشعب الموريتاني كامل هذه فرحة الحمد لله إطلاق صراح الشباب الثلاثة وآخرهم جبريل عثمان الصب هذه المحنة اللي حقيقة ذبتت ياسر من الأمور ذبتت مدى تلاحم الشعب الموريتاني تفضل هذه المحنة اللي ذبتت ياسر من الأمور من أولها مدى تلاحم الشعب الموريتاني ومدى أخوته ومدى تقاربه إلينا وقت الجد ووقت الأزمات يظهر حقيقة على أنه شعب واحد وعلى أنه كامل متوحد شرائحه كاملة متوحدة شرائحه كاملة واحد حقيقة هذه الأسرة راهنت على الشعب الموريتاني وراهنت على عطاء وراهنت على بذل وراهنت على تلاحم والشعب الموريتاني ما خلف لها الوعد اللي انت تصوره لان من الوقت اللي اعلنا فيه عن بذل التضامن الى اكتمال المبلغ وزياده عليه لان تقريبا حوالي 20 ساعه واقلب التبرع من فئات قليله من 10 و100 و1000 وذا انا نوخذ ذاك نهار خوف في الشارع على هو والي ريات ما شات على البترون قالوا ان احنا رانا تبرعنا اي حد جبرته في الطريق يقول لي على انه تبرع نختار ندير الناس اللي ذي الروايه ما كانت عالمه فيها نديرها في صوره بعض الامور وبعض الملاحظات نديرها في صوره هذه الازمه وبدايتها بين كيف شفت في بعض التعاليق شنو الاخوه يسولوا عندي القضيه شنو هي وبما ان الحمد لله وفات اللي نرجع المره الاخيره نرجع نذكر ذي الروايه كامله الصفه اللي بدات بها نحن يوم السبت الماضي اللي هو يوم 7 في يناير تميت عايب المقرب اللي تواصل معايا الشاب من المكسيك وقال لي فلان أراهم خارجين شباب موريتانيين أراهم ضاق مختطفين كانوا جايين من دشران قالها تباشورة وتوفوا وجاوا لمحطة مكسيكو سيتي المحطة الجنوبية وركبوا تاكسي ومفقد معاهم الاتصال ماذا نخلق لهم هذا ليلة الجمعة وعن يوم الجمعة قال لي أراهم التواصل أحد منهم فضل أحد من هذا الشباب عنده أخ بالبرازيل وذاك الأخ هو اللي كان التواصل مع العصابة يكانوا يتوصل خوف تأكدت من الموضوع عن طريق أخ ثاني وكيف ما قلت على أنه مولي ما كان عالم شيء يقال قال لي على أنه ليه سوى وقطع عني تاصل برواقيش وأكدوا له الخبر قالوا له عن ثم أدرت شباب موريتانيين عن تم اختطافهم عن قطع الاتصال معهم تماما اللي له نهارين مدى الاختطاف خلق ليلة الجمعة ومضى يوم الجمعة ونحن علمنا به يوم السبت وعلمنا به ذات وبدء الخاطفين يتواصلوا مع أخ
الاكسيدية اللي متواجد بالبرازيل. بدأت ذاك الوقت اللي علمت بالأمر كوني مهتم تقديم نصائح وارشادات للشباب اللي يسلك هذه الطريقة البرية. بدأت مباشرة في تقديم مباشرة في نشر هذه الرواية، كان يدير الناس كان بصورتها، وبي نعرف عن هذا ذي الطريقة اللي كانت آمنة نوعا ما عن هذا الحدث اللي يشكل منعرج فيها. من ساعة عادوا الشباب يختطفوا، وأمر قطعا ما هو قريب بنا نعرف، حد يعرف دول أمريكا اللاتينية ويعرف المكسيك يعرف عن هذه الأمور على انها الى فرقت على انها ما هي مستقره. يا قارئ عندنا الحمد لله ونرد هون خارج الاحصائيه قريتها اللي له شهرين من مركز الامم المتحده يستقبل اللاجئين في تقبه الشورى، اعلن على صفحته الانفات جاءته من عند بدايه سنه 2022 الى نهايه الى الشهر العاشر، والله شهر 11 عنفات جاءته، عنفات خاضت عليه 7300 باسبور جواز سفر موريتاني. علينا الحمد لله هذا من الشباب كان بدور عضات دي الرقم ضاف في دور عود بلاقة 3000. علينا هذا ذاك الرقم طبيعي علينا يتعرضوا من واحدين لاختطاف، وعلينا أنا اللي خشيت اليوم جوجل باطل المناسبة الناس اللي استقروا والشيخ جوجل اللي درت الاختطاف في المكسيك طلع لي عن معدل الاختطاف في المكسيك سنويا لأن يتم اختطاف 3000 شخص مثلا كل نهار ينخطفوا 10 رواقيش. ومدها طبيعي مثلا هذه الطريق راكاتيها طريق البرية لها 30 سنة طريق مسلوك، ووجوه الناس كأهل موريتاني قاع الطريق البرية عندهم بدؤوا يمشوا معاها لها من 2019 خارجين حالات نادرة سابق ذاك قال لا واحد والله اثنين يقارن من عند 2019 2020 2021 إلين خلق انفجار في ذي الهجرة تدفق هائل من عند بداية 2022 عادوا الحمد لله يمشوا الآلاف من المواطنين. زاد كيف ما نقول علمنا هذا ذاك الحدث ما هو حدث قريب ولا مستهجن وطبيعي علن الموريتاني يختطفوا. المكسيك دولة تعج بالعصابات ودولة تسجل علنها من الدول غير آمنة، فيها مناطق مسيطرة عليهم عصابات زراعة وتهريب المخدرات خصوصا المناطق الشمالية. فهم كارتل قالها السينيلاوا، هاي كارتل هي من أقوى العصابات في العالم وخطيرة جدا، وعندها مدن الأمن ولا البوليس ما يقدروا قاع يخشون. وحد يعرف المكسيك، أنا عيت نشوف لي دوكيمنتير عن المكسيك تشوفوا على اللصوص بهم ما هم قاع ما هم دارين على وجوههم. هما عندهم مثلا عن حد عاد بعصابة والله 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 فرد منها لأن هذا كاتيها مردة فخة مردة زينة. قلتوا لا كيف تلي هون عند رواقيج إن نحن هون اللي عدوا مثلا نهب المال العام وذا على إنه معدين فغريش. زاد هو مثلا عن حد عاد في عصابة والله عاد في كارتل يعتبر يدير عليه الوشوم وذا إنه عدا هذا يتفخى بيه ولا ثقافة العصابات سايدة في المكسيك. ولذلك الناس اللي تستقرى عن ذو الشباب علنهم خطفوا. أنا ذي الرواية ذي اللي علمت بها منها علنا ذي الشباب كنت متابع أخبارهم ونشرت المردة الرأي العام في تدوينات متتابعة من الأسبوع من يوم 7 اللي تأكدنا من الاختطاف إذا كان نسعى وفي طريقة نخلصوا بها هذا. وأنا ماني مستبعد شيء يسوى شيء هو كل شيء قد يخلي يعادوا فهم أيادي خفية حد جايلها يعطينا عليها دليل. نحن ما لنا اي روايه سوى هي قد تعود قايبه عنا، اصلي قد تعود قايبه. نحن ما لنا مثلا عندنا راي واحد مثلا خاطين عليه العكس، لا نهائيا. نحن حد نحن الين يجيب لنا حد دليل ملموس
على عنده ذم دليل على ذم روايه ما هي واضحه في عمليه الاختطاف، نحن هم اول حد ليتبع هذه الخيوط. في هذا العمل خطير جدا ويمس الامن القومي الموريتاني وجريمه في حق مواطنينا على المده تختطفهم وتبتزهم. واذا النوع يبقى لين يعود الناس عندها لا ظنون اللي ما هي مؤسسه. نحن وركات يا ظنون ما نقدو حوزو ونتمو الظنون، ومثلا كل رجال جوع مع الصبح ويشوف ذا يقول هاي وركات هي ما ذي روايه فيها ان وذي روايه ما هي طبيعيه. بالنسبه للشخص اللي ظهر في الصوره مع 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 الشاب محفوظ، هذا الشخص نحن عندنا من المعلومات عنه لا لقات العصابه على انه شخص ممشي مع محفوظ كانوا يلحقوا للمحطه. هذا الشخص قد قاعد يعود اللامدني ومشيت العصابه، قد يعود فصل الحقيقه ما هو فرد من العصابه، قد يعود اللامدني ومشي. وفي مرحله قاع اخرى تخممت عنه قد يعود حالته هي نفس حاله محفوظ، يعود مخلوق مولانا من امريكا اللاتينيه مكرود معاهم، وقالوا انها كانت مكروده معاهم 40 رجاجه. وما لحق صمت 40 رجاجه. هذا الشخص قد يعود قاع ما هو فرد من العصابه، قد يعود لا شخص مخلوق مولانا جاي، فهمت؟ وعلى انه جاي بمهمه يلحق شاب محفوظ شغل المحطه، بما انه قد يعود من امريكا اللاتينيه وفيدوا اخبار الطريق وذا النوع مشاه معاه. وانا ذا هو الظاهر لي، معناها عندنا ذا الشاب ذا بنادم اللي ذا بنادم ذا البيلوقه الكبير اللي شفته مع محفوظ، لا مثلا تركزوا عليه كانه نقطه وتلا حد يبني عليه ياسر من الامور، وذا بنادم وجهه ما وكيف وجوه العصابات. نحن ذا بنادم ما عندنا عنه اي معلومات. العصابه المعلومات اللي معاها معلومات قليله جدا. العصابه مثلا البدايه بدات مع شباب في البرازيل، جاليتنا في البرازيل في مدينه سان باولو تقريبا من 7 رواديج، ومن ذا المنبر الى ان تم ذكرهم راني موجه لهم الشكر والتقدير على ما قاموا به من جهود كبيره جدا، اللي لولاها ما كانوا يقدوا الشباب حقيقه ينتصروا. هم قاموا بمجهود جبار من اجل طليصهم جزاهم الله خيرا. هذا الشباب ثلاثين ما هم بيناتهم اي رابطه، تعارفوا لا في الطريق جبري وسيدية ومحفوظ وركبوا في بليده، للاسف وقعوا في شباك عصابه. وهذا امر طبيعي. انا هون دي الروايه ما زلت قايل عنها لا روايه طبيعيه بيا، ما فتريت دليل ذوق وها ملموس يدخلني الشك والله يجعلني اظن ذا كامل. يعني تبعت التعارف وتبعت الامور كلها توصلني على اللاح رجاج وتوب عنده ظن، والله ذي الروايه والله حسب ذا كامل حسب ذا النادم اللي واخذنا نحن اليوم صورته. وليه نقول لكم كيف ما قلت لاركاتي، هذا النادم نحن ما عندنا عنه من الاخبار يكون على انه كان فيه قفاء الصين والله قفاه الامريكا اللاتينيه، وعلى انه جاء وكان ماشي مع محفوظ. على انه انتم تعرفوا عن العصابات، كل عصابه عندها حاضنه شعبويه، وذيك الحاضنه ولاها التام للعصابه قد يعود مدني ومشيته العصابه، قد تابع العصابه قال مشيته مع محفوظ يا كانوا يوصلوا. قد يعود كيت ما قلت شخص وهو من نفسه مختطف ماشي حالته نفس حاله محفوظ، يا كانوا الاثنين يلحقوا المحطه ويمشوا. معناه ان هذا الشخص خلوكم التركيز عليه تقريبا ما 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 هو مهم. العصابه اذا كان نحن عندنا معاها من الكلام، كان بدايه تواصلت مع اخو سيدية في البرازيل، وهي اللي مشات له على واتساب، بما انها قبلت واتساب من خو سيدية وتواصلت معاه قالت له عنها كارد ادريت شباب فيهم خو هو، واعلنها الدور الفيديو وبدا سيدي يعدل من الحال على انه يحاول كانوا بعض اخو سيدي البرازي يحاول كانوا يطلع صفوف، ما عرف كانوا الراجل ولا احمد، بدا يواسي من الحال كانوا يطلع صفوف ويتواصل مع العصابه، وقال لي عنه بعض المترجمه وثلاث تقعد وترد مع العصابه، فهمت؟ ليالي يرد معاهم. عادت العصابه تتواصل معاهم اللاب شات، وعادت تتواصل مولي معاه هنا ابو صنبا مولي شات. هذه الخلطه الاثنين ابو صنبا والله ذوك اللي تركب البرازيل ذوهم اللي تواصلوا من العصابه. انا هون اللي ندير لكم صوت علنيا نهائيا، انا ما تواصلت مع العصابه ولا مبين معها اي اتصال. انا الين اعلنت تميت مواكب ذي القضيه، اول
اللي اساسا جاني في الليل الساعه 11 بالليل، لين علمت عن ذوك الشباب الاثنين علينا الحمد لله ندفعوا في دياتهم، وعلينا قال لا جبريل وحده حقيقه انا ما تمونكت، قلت علينا هذا ما هو منطقي علينا يبقى لا جبريل. ونشاط مناشير قالوا لي الشباب، قالوا لي حوز وقبض رقم، قالوا لي يمشوا عليه التبرعات. ذاك الرقم انتم اكيد ما تعرفوا، تبرع في موريتانيا عليه بين ظهرين ياسر من الامور، وعندنا تجارب في اخبار، وانا قاع ماني من اهل العمل الانساني بالعموم، انا شخص نكتب في السياسه ومعدل في الارشاد والنصح وذا النوع. يقال ذا هو ذا المجال اللي كنت ناشد فيه التركه، ولذلك ذا هو مهم جدا على ان يعود عندي تدخل ذا الامر، سرتو على هذه قضيه وطنيه. قبلت تلفن لي ذا الاخضر اللي وراء الهاتف، والخالي محمد بن لسان هو اللي صورني ذاك اياها. تلفن لي 11 ونص، قال لي محمد خالد نحن يالطنا، كانت عندي ذي الفكره، قال اكد لي هو عليها، قال لي يالطنا ذاك في ذا الوقت نقيسوا اسره جبريل ونجو نازرهم ونخلصوا الصيفه اللي نقدروا ندعموهم بها. قلت له قيم ذاك جايني في الدار، وتو ركب وتو قيم جايني في الدار، قيمنا من الدار قيمنا قايسين جبريل، قبلنا رقمه تلفنا له، قيمنا قايسين باط عثمان صوت قبلنا رقمه تلفنا له وتلقانا وجانا هم. ولذلك ذاك الوقت انا قعدت انا عند ركبه والدي هذا، صدد اله صدد الهاتف محمد. والله والله شوي لين في الكلمه، قعدت عند ركبه والدي هذا وتوف، وقلت له لين فتحوا لك رقم بانكيلي على رقم تليفونك وجيب لنا كاردان ديتك، وجاب هنا فدا مراهنين على الشعب الموريتاني كيت ما قال لي، ونعرف عن الشعب الموريتاني ما هو اللي يخلي جبريل، عن جبريل ما هو ولد عثمان صو واحد، وجبريل ولد جميع الشعب الموريتاني. فهمتين فهمتوني؟ ولذلك وتجنبا ذوك الامراض كاملين بناء على ذوك التجارب السابقه في التبرع، حاولت نقطع الطريق على هذه الامور كامله، وقعدت الحمد لله بدا التبرع وبدا يخش الحساب عثمان صو. فاقل من 20 ساعه الحمد لله اكتمل المبلغ قاع وزاد عليه، وهو امر مفرح بين هذه الروايه عندها ياسر من الامور الاخرى، امور على ان نحن شعب واحد، امور على ان حقيقه السياسيين هم اللي يفرقوا ذا الشعب، السياسيين هم اللي سبب نكبه الشعب الموريتاني كامل، ولولا السياسيين ولولا اجنداتهم الخفيه اللي هدفهم منها زرع البلابل وزرع القلاقل بين مختلف اطياف وشرائح ومكونات شعب، شعب موريتاني لين يخلى هو بينهم عروسه فيه ياسر من اللحمه وفيه ياسر من الاخوه وفيه ياسر من التعاطف بيناته. واذا اللي خلق في هذه الضركات اياها 20 ساعه امر حقيقه مفرح، وانا فرحني بشكل ما هو معقول. فهمتوني؟ وتوف الين الحمد لله عاد البارح تمينا متابعين اخبار جبريل مع الشباب في البرازيل ومع اخوه ابو، توخر شوي الين عاد البارح تواصلوا معنا، تواصلوا مع الشباب في البرازيل قالوا عنهم لا يطلصوا، وقلنا لهم مشونا منه صوره ولا عدلوها. ولذلك ما تاكدنا انشرت البارح على اني ما تاكدت من خبر اطلاق سراح جبريل، الين عاد الحمد لله هذه الصبحايه تواصل جبريل مع اخوته تواصل مع ابو، اذا هو ما طاو التليفون هو تلفن من تليفون صاحب الباص وقال لهم عنه الحمد لله مطلص. ولذلك تليت ناكد الخبر. بالمناسبه هذه الروايه دارك هي حاولوا سياسيين تواصلوا معايا وحاولوا كان هم لين طلعوا ذاك والله والله لين طلعوا ذاك بعد النقطه شوي. انا قاعد معاكم يا غير اللي انا صنعته توم كوبي مايكي واخيرت كبيره محمد خويا واصل واصل الله يحفظك واصل ياك ما قالك توفي كلمتك معنا نتفق ان شاء الله. تواصلوا مع حق رجل من الرجالات الزعتر العظام سفيرو، تواصلوا معايا سياسيين واشخاص وبعض الصحابه من بين ظفرين اللي انا ماني راضي عليهم حتى، وقالوا نحن لين جمعة يقال ما قبلت نهائيا بيا انا ذي ذاك الروايه، ماني لين حاول اي جهه تركبها نهائيا تعدل منها موجه،
هذه رواية خاصة بالشعب الموريتاني ولا عندها أي علاقة بالسياسة ولا عندها أي علاقة النظام الموريتاني للأسف الشديد ما عدل فيها شيء. هذا الشاب ضاكيت إياها لأولاده الشعب الموريتاني والناس البسطاء تبرعاته. نحن اليوم ما كنا لنا عرضه جبريل ليعود خبر وشن هو لولا الشعب الموريتاني البسيط اللي كلها يعطي 100 و200 و1000 تضامنا مع دخو في الدين وفي الوطن وفي الإنسانية وولو ما كنا حقيقة نعرف الدولة ما عدلت شفنا ذا الرواية نهائيا حالها لا حال المواطنين قالت عن ذا الرواية لا إله إلا الله كيف ما تعرفوا الشباب لولا ذا الواقع المرير اللي خالق في موريتاني ما لولا يعودوا ما مشاق فهمتوني إذو الشباب نحن ما هم ماشيين يلعبوا ولا هم ماشيين متباقرين ماشيين بسبب ذا الواقع اللي هو وبسبب الظروف اللي هي معناها ان نحن شعرينا نعدلوا نحن علينا علينا نساندوهم علينا علينا نرشدوهم علينا عدلنا ذاك لين يوقعوا في اي مأزق يسوى شنو هو نحاولوا نوخرهم منه. وانا هون لين اعطي الكلمه للوالد لوالدنا عثمان الصوت يشرح الموقف الطريقه نعطيها لمحمد بوي عثمان الصوت يشرح الطريقه للشعب الموريتاني للتبرع كامل قاس رقم حسابه تشرح لهم الامور كامله وتقول لك الكلمه اللي يلا انت تبغي تقول. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء ان شاء الله هاي القهوه زينه الله يبارك فيكم يحفظكم ارفع صوتك شوي اما بعد على الدول يا الشعب لا محمد كم يخلص لايك لا يسعني الا ان اتقدم اليكم باسمي عثمان الصوت والد جبريل صوت الذي كان من المخطوفين في المكسيك والذي أطلق سراحه البارحة. أتقدم بجزيل الشكر الجزيل إلى الشعب الموريتاني كافة بدون استثناء، وكما أشكر الأبناء الذين بذلوا الجهد والتعاطف معنا مع هذه المهنة وبأن وبادروا من أجل توصيل النداء إلى الشعب الموريتاني العظيم. أبناء أذكر بعض الأسماء لكن لا أستطيع أن... محمد قوير ممة والقطب والممة ومحمد خالد وأبناء والأبناء في البرازيل الراجل أحمد وعرفت أن هذا الشعب الطيب والرحيم أرجو من الله علي القدير أن يجازيكم خيرا آمين يا رب وأن يوفقكم لما يحب ويرضى اللهم آمين والله أخلدتم الفرح والسرور في قلبي والله ولله الحمد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسير والحمى. وأعتذر لكم على هذا الشكر المختصر وأشكر كما يلا نسيت الأخ اللي ولده كانت ولده في اللي كان ولده اللي كان محكوم مع جبريل محمد الإمام محمد الإمام ومحمد الإمام هذا الأول جزاه الله خيرا سابق نشوه وسابق يتكلم سمعت كلامه في التليفون وحق على الفيديو بعد ما سمعته بث سابقا بث سابقا والله سابقا معدل محمد سابقا الله سابق نشوه والله وتولى شكرا على واجب جزاه الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهذا لا ينترجم ان شاء الله بالفلاريه يقال نختار نقول كلمه واحده هذا ينترجم بالفلاريه نختار الناس تفهم لله نقول وراي لا يمول لنا وضح بالحسنيه ان شاء الله بندر عبد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بندر عبد المولى فنان بخوف مفالتاك هاي قوه الدبوة يقوركو تقول لنا ماودو فنان جاي هرنان جاي روي ورقو مبيميكو الشعب الموريتاني مبياني اللجور مبياني انقنان داور ما ينا دمدا ين حال والغلا مبيميكو اللجور كل جور موريتان كافة كنجين محال دو ينكو بيريو ران جارام الله جارام وان جارام كن باري هون سين ديوان ان تشيكو نوم دوار نوم بير ان ديوان min kam de dum ari de mi hulani alla nan andi mi hulani mi halu dum suka ba hunde mi bi mi yam so jagga ma jagida yi wabbe mari sanna so ben da cham bi mo da cer
wodi wibe mi jabaro ko jam filo mi mi so tawi ko jam filo mi mi jabara ko jam filo mi so naa aari mo rokuno am wotin so araari on saa ngando ko badani kono ay ko kalno ko wodi o jam faaki ko gongani o yaltini biigo kono o yaltini biigo kono biya mo ngano da hore ma no fere fonde o wadi o yaltina dum de wari de be namni kam bi mi ala ko jogi mi so naa ngel do gelje kono be wari ngel yeer mi wari ngel garantu woy mun ga yetta yaake ton ko khalis kay ka adda tam wadde garanti galle ma wala dum do wurtata be dum wurtam wala jaram ma jaram de den gar nam de de ko hal no ko yaatiran ciagal alhamdulillah rabbil alamin min nan nan jinga me jeebo yaltin dum dum ko burta na fu mbad debbo e gorko mawlu e ciugule dum non gandon wurtata na be ken neddo gor yimbe ngalan da hore ma en riobe be ko pullo ko cafaro ko harda do ko dum do sarkulle jom dento de dum do en enen ken neddo gor mi gila ko min suka mi enen mawne da sawal bi ngandare ko mi fulu sawal bi andu be be fulu andu be der ngandi kan ko fena andu min wona han fuddi wonde cafaro wona hande kadi fuddi wonde pul min be andi hore ngar do min andi mo anda kam min kam be andi hore ngop pewi do ko pul ngop pewi do ko cafaro ngop pewi do ko harda ngop pewi do ko soni ngop pewi do ko jol enen ken neddo gor sede mudum nan ay dum do jende wonno e ko ernaati hen gor fo ngani dum mudum jende in haami min gadal gor hans en joni ma joni den kala discours na wada wayna assemble wala dum wala dum den be do bi min nanani enen no baren tawdi enen jidi ko en ko an hadma nana dem ngal min nana dem ngal man ko e sababu interpreter wala hakku meden wala hundi yonde be de nyaagi ngor sen naabe fof tugude oro sa hande wala jiddo haldu wala bawdo haldu wala do kaalo kono mere nyaagi be jeddi e ndedo kodo hakkille ngonen neddo gor denden dabgal gotal ko eden nanodira ko heddi gorono ko sidi halde hayso ko sino war way halde sino kono ko wayno hala joni ko wayno dum do enna ma bada dum traduire arab para dum a traduire sara kullere wala fe jofay dum do bennen do en ko sidon be no sel bennan don gande ko do tan gore fe mi ka ko woni dum bi tay won gandu do gori tani kadi mi den wuri tani ndaro be joni do gandi mi gandi ko kalmi ko be ganda kam be kam andu be kam mi gandi mi kadi mi dandi war nja ko de kam non wona ngaram do de hala ko ni wambi ko ni kalden so be hala kadi dum hala la cer ngone wurta na be gongo mbaddon jungo e jungo jungo e faano mbeten ni ngone neddo gor so fuuli ari ndaro de ne fof kor fof so be ni ya haaji bo nja ko don kam so tay won ko mankin ni nja ko don kam shukran jazi khair muhammad bou ant tsannat li tsannat lkom ba'da ma'akom تفضل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وياك لباس محمد السالم والخالد محمد خالد تحرك يا لباس يا اخي راني مسلم عليك حتى وجازيك ان شاء الله بخير على ذاك الدور حتى وجازيك بالخير حفظك ربي ويعافيك جزاك الله نقول لك محمد بويا خرجتوا لي عاد عندكم شيء من استشكال فاخبار عني راني سمعت ان خارجين ياس من خلق شكوا في القضيه حالا اولا لازم نسلم على والدي اولا لا يسلم على والدي والله والله سلم عليه حتى تروح لك كان بس عليك بس عليك ونبدا شلون رحت تبارك الله الكل شعب الموت يعني كافته الحمد لله انا بدا كولار ماني خباري بيه حتى كولار ماني خباري بيه حتى قلت لك ونبدا شلون انا قاعد نسيت الخطاب السيد ما قلت عني خلعنا ما نحسن يطول عمرك وفيه ولا سنوكي انت تبارك الله انت تبارك الله ذاك اللي تعدلوا كامل وزين انا عايد انا قلت لك بولار ماني خباري بيه حتى مع اني مرضعتني فلانيه ينقال له ميناتا وراه ابو ذاك اللي فهم ميناتا راهو يعرف لين رفض دعوه قضائيه ضدك ترضع البن ولا تعرف تلامه والله اذا راضع البنكم حتى مالك اللي تعرف ميناتا ابو مالك اللي تعرف ميناتا اللي مرضعتني والله المهم راني أراني مسلم عليك حتى يا والدي ولا كيف ما قلت لك اول نهار اللي جاك الشباب قلت لك بعلن انك تتمونك بعلن الشعب الموريتاني انه ما ولا يتخلى عنك ولا هو لا يقول شعب الموريتاني ما هو كي سياسيين شعب الموريتاني شعب مسلم وهذا امر به رب العالمين ما نفرقين لا هذا حرطاني ولا هذا بيضاني ولا هذا كوري ولا هذا شنو نحن مسلمين ومجرد يعود رجاج مسلم تتلاشى هذيك الامور ذيك اياه وذيك الحواجز كاملها من الالوان من انتماءات من 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 الى اخره سياسيين هم اللي استغلوا لوني انا ولونك انت ولون عمر ولون زي نحن اخوه في الله واخوه في الوطن وهذا هو منطلق كل شيء يخلق بين الشعب الموريتاني من هذا المبدأ وكيما قلت
قلت لك في اول نهار اول نهار نافات انفتح تبرع ولافات انفتح شيء سوى شنو قلت لك يا والدي تمونك واستبشر بعدين الشعب الموريتاني يدور يوقف معاك قلت لك على ان الشعب الموريتاني انه اخبر انت فيه غير على انه مولي شعب كريم وعلى انه ما ولي يتخلى عن حد من اولاده في محنه خصوصا اللي عات المحنه مولي عات محنه خارجيه رجاج وحده مزروق مقطوع من صدرايه في دوله ثانيه ما احلاها فيها عمر ولا فيها زيت يسوى هو من هو وقلت لي على انك تمونكت وقلت لي انت مولي على انك تعرف الشعب الموريتاني وعلى انك متاكد على انه يدور يوقف معاك والحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال اليوم راينا مجتمعين ما لنا كيف ذاك النهار ذاك النهار صحيح ما لنا متمونكين مكدرين حزينين الى اقصى درجه لان ما نعرف ذا اللي الله يعقب يخلق هو شنو هو اليوم راينا مجتمعين فرحانين حتى متمونكين لين ذاك والحمد لله على كل حال اللي اجتمعنا على الفرح واجتمعنا على السرور ما اجتمعنا على شيء ثاني حامدي مولانا وشاكرين اليوم اللي نطلصوا اولادنا كاملين وقف الشعب الموريتاني وراني موجه للشعب الموريتاني تحية إجلال واحترام وتقدير وانحناء يلي جازيهم إن شاء الله بالخير ويلي يجعل إن شاء الله ذاك الميزان حسناتهم يلي إن شاء الله يسقيهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يبطيهم عن أجر ذاك وعندي عندي عندي كلمة عندي كلمة شوي لا نقولها نختار نقول لأن اللي خلق طبيعي لأن ما يخلق أي عمل خيري في أي بلاصة ما خلق فيها ياسر من الشكوك وكل رجاج يظن بعلنها أنها عملية احتيال وكل بشر واحدين لا يظنوا على أنها عملية سرقة وعلى ذا طبيعي العمل البشري كامل وما فيه من ساعة اللي ولد من ساعة اللي خلق آدم عليه السلام إلى يومنا هذا البشرية ما قط اجتمعت على رواية واحدة ولا قط اللي اختلفت عليها كاملها طبيعي علن دائما تعود واحدين متفقين على شيء وواحدين مختلفين على شيء ما هم لا يتفقوا كاملين على مسألة واحدة ولا هم لا يختلفوا كاملين على مسألة واحدة محترمين للناس شكوك محترمين للناس ياك اللي يبغوا آراءهم الأخرى غير ملي نختار فقط نقول على الشك إن بعض الظن إذن وعلى أن رجاج له الشك برواية يعود عنده عليها للأقل دليل ولو رأس خياط يعود يبني عليه غير فقط هذه عملية احتيال وفقط هذه عملية كذا وفقط هذه عملية كذا مثلا من صورة انتشرت قال رجاج ما نختار نسمي اسمه في بث مباشر ولا غير أنكم تعرفوه كاملين وراهم اللي يعرف راسه على نفهم فيه ملحفة وعقب جات صورة عقب ذاك تنفي بعلن ذيك إنها ما هي ملحفة بعلن إنه درع وبالتالي شو من الأمور ذكيبتها ما هو ما بالحقيقة ما يلا تعود من بثنية عليها أصلا لو كان فهم أي شيء ثاني يسوى هو شنو هو نقوله والله هذا صحيح ونوقفوا نحن معاهم هم ولين حالا المولي أرانا الناس المشككة لا نقولها من هذا المنبر أرانا واقفين معاهم اللي يطلبوا منا أي شيء يسوى شنو مثلا هم حالا طالبين عمليات التحويل الأسماء اللي حولت لها والمناطق اللي انسحبت منها الفضاء هذا نحن لا نعطوه لهم نحن ما نمابين عن شيء يسوى شنو هم يدوروا نحن معاكم اللي دورون انتم نحن مساعدينكم عليه غير طالبين نحن منكم انتم على انه لين فوت اللي تطلبوا كامل نعطوه لكم ولا يظهر لكم في شيء يسوى شنو عودوا مولي عندكم من الشجاعه اللي تطلعوا على صفحاتكم وتقولوا هذا لكن ظانين وظهر الحق بعدين ذا لا كان شمن الظن ما يعود خلق فيها ذاك اللي خلق اصلا في قضيه دار النعيم نطلبوا الادله ونطلب كل شيء لين طلعت انا على صفحتي ونشرت الادله ونشرت كل شيء ما فيهم حد طلع على صفحته وقال انا ما فيهم حد قال على انه كان غلطان ما فيهم واحد قال انا اسف ما فيهم واحد عقب قال هذا هو الحق حد نيته عنده من جراء على انه يشكك بعمل خيري عمل خيري مولي طاهر الى اقصى درجه ونقي الى اقصى درجه يلا مولي يعود عنده من الشجاعه على انه لين يفوت يفطن على انه ذا العمل اللي هو والله الشكوك اللي كانت عنده على انها عقبت عاد ما هي صحيحه يلا يعود عنده من الشجاعه اللي يطلع مولي يعتذر للناس الاعتذار ما يخسر شيء الاعتذار يزيدك عند الناس انت كنت مثلا عندك نيه حسنه فعلى انك تكتشف خلل او خطا او كذا يلين عرفت على انه ما هو خالق لا كانت مجرد ظنون عندك يلا قبيل مولي تمنيتك حسنه ويعود عندك من الشجاعه اللي تطلع على اصحابك وخطاك وتقول انا راني غلطت حالا ما نختار الشباب يعودوا باني مشكين في كل شيء في الاول والاخير مولي لا نقول روايه هي قاع الناس اللي مشكه من البدايه ما في حد دفع 5 ولا في حد دفع 10 والناس اللي دفعت ما في حد سول عن هذا الشيء خلق فيه ولا طار ولا انزل معنا على انهم لا يبردوا علينا يطول عمارهم ان شاء الله يتموا كل شيء يدفعوا في الاصبع بدون اي دليل في الاخير نختار نقول نكرر بعد ان هذه العمليه اللي خلقت عمليه اختطاف اولادنا اللي خلقت في المكسيك فيها 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 فيها, فيها فيها شرائح مجتمعنا كاملين ولا في حد تم التخلي عنه أبدا وهذا دليل على وحدتنا
ودليل على محبتنا ودليل على ألفتنا ودليل على وحدتنا ودليل على مولي ديننا تمسكنا بالدين اللي مولانا قال لنا على أن أنتم متوحدين وأنتم عودوا رجاج واحد ونعودوا جسد واحد وهذا هو اللي خلق الحمد لله ونختار نقول بعلن الشعب الموريتاني للأسف يوما وراء يوم ولا يقول لي حد إذا لا تدخلوا في السياسة نحن ما ندخلين سياسة في هذا غير السياسيين هم هم المسؤولين عن تهجير أولادنا ذول أولادنا اللي ماشوا خاضوا حالا بعشرات الآلاف لو كان قبيل تم تسيير ذرواتهم تسيير صحيح ما يعود أولادنا هاجروا هي الهجرة والسياسة وجهاني لعملة واحدة صحيح. وجهاني لعملة واحدة به الشباب اللي هاجروا عن أوطانهم هو قاع حالا ذا اللي خلق ما تلين قالوا هجرة عاد قالوا نزوح لغة قوية قالوا نزوح به النزوح بالآلاف وذا هو اللي خلق ما هو رجاج ما هو اثنين ما هو عشرة ما هو عشرين هذه الآلاف عشرات الآلاف تأخذ يوميا من موريتان تمشي تهاجر حول العالم ياك ما نقول لا الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ونعاد مولي نزوح ما عاد نزوح طبيعي عاد يقطعوا شمل الدول ما يوفى 20 دولة لا يقطعوها لا يخضوا على الأنهار لا يخضوا على البحار لا يخضوا على الجبال لا يخضوا على الأشجار لا يخضوا في الغابات طريق طويلة إلى ثانية شوي قضية سياسة ثانية شوي بينا ما نختار الصاحب بالتالي دي ما هي أول ليلة تصهروه ولا صبرونا شوي هذيك الليلة هارف ليلة البارح وبالتالي نختار نقول للشعب الموريتاني يا شعب الموريتاني عود عارفين أعلمكم يا شعب الموريتاني قوم الفوق وعاء كما قلت الغزواني قلت له يا غزواني قوم الفوق وعاء حتى هو اللي يقول الشعب الموريتاني يا الشعب الموريتاني قوم الفوق وعاء وعد عارف انك ما عندك سياسيين ولا عندكم صحيح. وزراء ولا عندكم حكومه ولا عندكم شيء يسوى وشنو اولادكم مختطفين في الخارج الدوله الموريتانيه ما حركت شيء يسوى وشنو محمد الامام والد الطفل اللي قالوا محفوظ اللي كان مختطف لين لما اعلن ولو اعلن انه مختطف رقب اتصال تلفن على وزير الداخليه مباشره بدون اي حاجب بدون اي وسيط تكلم معاه في تليفون وقال له انا ولي تم اختطافه معاه موريتانيين في المكسيك قالها الوزير الخارجيه وقالها الوزير الداخليه قالها لهم الاثنين اللي قالها لهم ما ردوا عليه تليفون ولا سولوا عنه ولا جاوا شور داره الى ذي اللحظه اللي هي هذا المختطفين ما جبروا ما هو الشعب الموريتاني وبالتالي لا يتم حد يقول إن لا تدخلوا السياسة فده هم السياسيين هم المسؤولين عن أمننا هم المسؤولين عن وكيلنا هم المسؤولين عن شرابنا هم المسؤولين عن تعليمنا هم المسؤولين عن تهجيرنا وتشريدنا حول العالم ذي ذرواتنا هي هم المسؤولين عن تسييره ولو كانوا سيروا تسيير صحيح ما يعود دخلك من البداية ما يعود دخلك نزوح بعشرات الآلاف من الشباب الموريتاني حنين شوي ضوء اللي عمل خارقه هون نقطة أنا ما نقابلها حنين شوي ياك ما نقابلها والكلام يخليك لي وفي كلمتي خارقه هون رواية أنا ما نقابلها أبدا عمد الدار النعيم جب اسمه هو جزاه الله خيرا على العين وعلى الرأس جاي سلم غير ما يقول حد على انه جايب اسم الدوله ولا اسم وزير ولا اسم رئيس ولا اسم شي ثاني ذاك نحن ما نقابلين به اللي حد اللي نعود جاي قبيل باسم نظام يعود قبيل جايب معلومه امنيه عن اولادنا والله جايب قبيل مساعده ماديه لاولادنا والله يعود قبيل هو من نفسه تواصل مع الرئيس والله تواصل مع الوزير ولا تواصل مع حد يسوى هو من هو من اجل اعلن انه يحل هذه المشكله اللي فيها هو جاي هو كمسلم المسلم ثاني عنده مشكله جزاه الله خيرا على العين وعلى الراس ويحفظه ويرعاه ذا قارين فيه غير على انه لا يستغل سياسيا ما ان قابلين حد لا يستغلها سياسيا محمد خالد دوق قال لكم قبيل في البث المباشر قال انه محمد خالد دوق قال لكم قبيل في البث المباشر بدايه قال انه كانوا القضيه لا يستغلوها سياسيين في وجه الانتخابات على انهم كانوا لا يجوا معاه ياك يقعدوا يظهروا في الشاشه على انهم حلوا عدلوا الى اخره قال لهم ما ظاهر معي وكم حد بكم اللي ماكم عدنيش وشكرا جزيلا جزاكم الله خيرا حد كامل مشكك يلا يعود عنده دليل على الروايه اللي يشك بها ان بعض الظن اذن ما تقدوا تموا لا اولاد موريتانيين ترى حد منهم لا عدل شيء صالح لاخوته والله لاحباب والله لاهله تقوموا تمغطوا في الاصبع وتنعتوا على انه مو حق قد قاع انت ما تظهر الشمس على راسك انت قاع لا تعاون بخمسه ولا تعاون بعشره يا غير ما تنعت على انه في عمليه كذا 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 يعود كانه هو مبررك انت كانك ما دفعت اصلا الفضه بداعي على انه في عمليه يا راجل احكم عندك بونتك لا ما
نتيجة محمد بويا يمنع الناس من فعل الخير. ياسر من الناس، يعني ياسر من الناس يمنع الناس من فعل الخير. قالت لحد يمشي، أنا مشيت في ذي العملية اللي نعدلها، كل حد يقول لي أنت اللي توحر راسك. يا قارب برضتها برضتها بين هذا الأمر لا بقدر أجاش الصدر ويعدله، بينها مسؤولية لنا كاملين. نحن ما نقدر نخلو أسرة منا بولدها ما عندها باش تطلصون طلصوا أولاد الناس الأخرى، وهي ولدها ما عندها باش تطلصوا، لا تجبر حد يعاونها والدولة ما يمعاونتها. كان لا بد حد يصدق لذي المهمة اللي هي ذنب. ولذلك يا قار عدلتها بطريقة شاك علن ما ليقوم قيشي، وفي الأخير لا بد يقوم ذا الحس، ونحن نعرف الأسباب اللي قايم بها. كيت ما نقول هنا تياه علن المدرج بالأيام عريان للشباب كاملين، مازالوا له يوخو، مازالوا له يوخو وله يقعدوا معيانا في لايف، فهمت؟ وكل حد منهم اللي يعدلوا معاه لايف ونسولوه، وإذا الخلق كامل عنده اتهامات أنا راك مستقرب حقيقة واحدين يقبلوا صورات أشخاص وينشروهم. أنا ماني مسؤول عمومي ولا نسير شي في الشأن العام، لذلك ما على رجاج يقبل صورتي ويعرض بي ويقول علني شمل الأمور اللي ما أنا ما نعرف السبب يقولها. وانت قاعد قد تقبل تدوين لي وتنتقدها والله تشكك في ذي الجفية، وإذا عادي يقارئ علنك تقبل صورتي وتقول علني كنت نعدل الأمور ما هي حقيقية، هذا فيه ياسر من التعريض. ورقاج مولي إلى عاد في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما يحميه من القانون بنيان أي حد رفع لي رواية. والله قاعد ضد رواية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا فم أخوتي فهمت، وقد نقبل أي محامي ونتهمه فماتية بالتعريض والتشهير بي، فهمت؟ معناها الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية دولة تطبيق القانون وحد فيها، ما معناها عنه يتم يقبل صور الناس وينشر عنهم صور الناس اللي ما يسيروا الشأن العام، اللي ما هم وزراء، اللي ما هم مدراء، اللي اشخاص عاديين حدهم يكتبوا آراءهم وبعض الأمور، يقبل صورهم ويسوق عليهم شمل الأمراض، يقول عليهم كانوا يعدوا شمل الأمراض اللي محظورة، ويا كان ذا قاعد صحيح مقبول يا قارد كامل اللي مكتوب، يعاد الشخص يختار يقول به شيء كانوا قايل لي أنا شيء متعدل به، والله كانوا بدأ ما أنا ما هو متعدل عني ولا هو زين عندي، أنا زين عندي لا حد يقول الحق وتوب، وذي المعلومات اللي كتب كاملة كذب ولا فيها شيء حق. أنا إذا نهائيا ذا اللي كتب راجع للصفحة فيما يتعلق بالمهاجرين، أنا فقط ذو الشباب مرحلة معينة إلين عادوا يمشوا في ذي الطريق اللي هي عدت نرشدهم ونقدم لهم نصائح فقط، ما قد أبدا ويرك ما قد أي رجاج منهم يوخر يقول عني قد عمت ويكون بنصيحة فقط، ما هو بأي شيء هم. ولذلك ما نشايف هم أي همية عنتم ينقضوا صبار ويعرضوا يكتب عليهم لكم، هذه قضية عامة وكل حد يقدر يكتب فيها كيف تشل يبقي، ما جاء شوف صباري أنا ولا أكتب عني ذا اللي يكتب رجاج عنده دليل ملموس يجيب ونحن كيفتو نحن مساعدين، نحن مساعدين، نحن مساعدين حتى واقفين معه، حتى عجاب لنا دليل على انه في عملية احتيالية والله رواية، نحن واقفين معهم مساعدين ومساندين، اعتبروه مجرم مجرم ويالطن اللودول وكاملين ويالطن نسعاه في القبض عليه يسوى من هو. خلق رواية لا تنساها، خلق رواية لا تنساها، على ان الناس شاكين على العصابات في المكسيك، على انهم كي عصابات في دار النعيم والله في سيزيم والله في سين كيم، واذا ما هو حق هاو الناس درابدين اسلحتهم وبدباباتهم وما خارج شي ما عندهم، حد شافهم اليوم يتقاتلوا مع الجيش في المكسيك. انا راني لك ما كنت نعرفه سابقي العملية اللي هي كنت انا شخصيا اللي نقولها لك، سامع بالعصابات في جنوب في امريكا الجنوبية وسامع بيهم في المكسيك كجزء من امريكا الشمالية، يا غير ما كنت نعرف علنهم فيهم ذم القوة، عالم علنهم عندهم حرايد الحشيش ودروغ واسمه وتراب إلى آخره، يا غير ما كنت نعرف سابقني إن اختطفوا تركه، بدأت نسول حتى بداية لايف الأول عندي عن اللي عدت قلتوا تركه ندور أنا ندور ننشر الصور دوك بنديات وندوروا إلى آخره، شا كان علنه قاع إنه إنهم عودوا خايفين مثلا من علنهم يتابعوا قانونيا، اللي أنت تنسول وأنت تتحقق فيهم ونبحث عنهم اليوم العصابات يوم يتقاتلوا حالا على الجيش المكسيكي وحقر له من دبش ما بيش ولا هم خايفين ولا هم يزيدك معلومة في مدن قرى كاملة تسيطر عليها العصابات سيطرة مطلقة وعندهم حاضنات شعبية
والجيش ولا قوات الامن ما يقدروا يخشوا ذو المدن. هذا كارتل من يصنفوا عالميا كانهم اقوى العصابات في العالم، ويدخلوهم المليارات وتجاره المخدرات. المكسيك دوله خطيره. انا قبيله كيت ما قلت في بدايه البث لين خشيت اليوم جوجل وخرصت، اذا هو المكسيك سنويا مجموع اللي ينخطف فيها 3000 شخص يوميا كل نهار ينخطفوا 10 رواقيج، معدل 10 رواقيج ينخطفوا رواقيج على سبه $1,000 و$2,000. وعلى هذا الخطف مرده عاديه جدا وبسيطه، ومع هذا كامل نحن طارحين جميع الاحتمالات. شوف خالد رويلي نقولها لك انا، ذي ما هي اول عمليه اختطاف تخلق للشباب الموريتانيين في الطريق؟ صحيح. بتاريخ 13 شهر 9 سبتمبر، بتاريخ 13 سبتمبر 2022 بالضبط، بهذا التاريخ بالضبط تم اختطاف موريتانيين في الطريق، وراه الاخ عبدو من 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 البرازيل يعرفهم، وراني انا شفت صورهم، وراهم حالا موجودين هون داخل الولايات المتحده الامريكيه، ودفعت عنهم الفضه والله دفعوهم هم والله الى اخره وانطلسوا. بالمناسبه هون راني بين عمليات الاختطاف اللي تخلق بدون نطلعوه ان شاء الله ويتكلم بيا قبيله، وصاني مرات من هو؟ لا بده يتكلم من هو؟ لا خداه ايه لا خداه في البرازيل من الشباب اللي في البرازيل. انا كنت بتواصل بشكل يومي معاه، هو مع الرجل اللي وصلين هون قالوا لهم الامتنان زين الرابي اقبال داهو لزين الرابي كراعي يطلعون اليوم يقول لهم طلعوني حق الرد حق الرد. انا صقعك تعرف شكل يا واحد راعي محمد بويا راعي دور مشيل وناك اجوتي كانوا اكسبتي ايوه هي اجوتي معانا ما عليه الامر ما عليه الامر نختار وتوف نقول للشباب اللي حالا فاتحين تحقيق على تحقيقهم هذا ما نختار عود كي تحقيق دار النعيم اللي اسرارك وعليكم السلام مرحبا ياك لاباس بس ربكاني يا خير ومرحبا الله يحفظك يرعاك ان شاء الله تشت حالك كيف راك حاسب شكلك بخير راني طالب من الشباب اللي حالا متبارك معاه يفتح تحقيق بعلني القضيه لانه في عمليه احتيال والى اخره علني قضيتها ما نختار هسه عود كيف قضيه دار النعيم اللي قام العياط بيها والزياط ولا خالك شي ما خلق فيها وفي الاخير ما جبروا شي يسوى هو شنو كل امه اللي سكت فمه الين اليوم رانا ما نختار حد يسكت تموت عايطوا من اللي يوم القيامه يطول اعماركم ان شاء الله ورانا مولي معاونينكم وني تعودوا تختاروا مولي انتم بارتاجوا لكم ذاك اللي تكتبوا عنه قولوا ها انتم نعدلوها لكم اذا ما بين عظام ولا غادي لنا مولي في شيء والله باطل العظيم الكريم اللي حق عندنا انا والله العظيم اللي قال لي حق عندي منكم يختار لنا كامل ونبارتاجي له روايه كاتبه عني انا والله كاتبه عن الراجل اللي ظاهر لكم قال محمد خالد في القضيه اللي هي اللي يتقيني فيه ويقول لي بارتاجي ذاك والله ما يقولها لي ما بارتاجيته له على صراحه صح. محمد بويا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك ريفالدو واخير ريفالدو. أنا أسألك كيف حالك لباس الخير؟ يا مرحبا وخير. أولا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الجالية بالبرازيل تتألف من 7 رواقيش. اشخاص عديدة ومن 2019 حكمك شوية حوز 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 كاميرا عن كراعك ياك تعود تتكلم الارواق جماعة من مخضر كراعك يعتبروا بعض الناس نعرف انك معدلة عفوية ما هو لكن تفاطل قضية الجالية في البرازيل تتألف من 7 اشخاص ومن 2018 هون متعارفة كاملة. وقضية الاختطاف نحن جانا خبر من سي دي اي يوم ليلة السبت 8 جانيرو 8 شهر 1 و 8 شهر 1 8 شهر 1 8 جاتنا ليلة 6 يوم 8 شهر 1 وقضيت تفضل كمل يوم 8 به اليوم يوم 8 يوم 8 والله 6 يوم باليوم بعد لا يعود عدل اسبوع قطعا باليوم تاريخ 14 لا وتشوف ذاك معناه انه عاد ذاك معناه انه بتاريخ 8 بعد به اللي يوم 14 عدل اسبوع واصل هي جاتني يوم 8 بالضبط ولا اله الا الله محمد رسول الله وكنا مع الراجل مجمعين نشرب بوتاي جايتنا جماعه الموريتان وكنا قاعدين نشرب بوتاي تمينا جاء اتصال للراجل بنهارين عن يتكلم مع اخوه ومشى له فوكال وقال له انا حاكم في عصابه دوره 7500 ودوره 8000 دولار وتبارك ان نتكلموا عن العصابه وسببها نوم ونحن مو انا متفاهمين بالبرتغاليه نحن نتكلم بالبرتغاليه وما هم فاهمين قسنا جاره عندنا وتكلمت معاهم
وتكلمت معهم بالاسباني وتفاوضت معهم لين لحقت 7500. هو لا ذاك الوقت اللي في حسابه هو في حسابه الشباب كاملين جزاهم الله خيرا الجالسين قالوا له الباو في حسابك راعي موجود في حساباتنا احنا ولا طرحنا على الفيسبوك ولا درنا فيها مساعده يلين نطلع لين نطلع صوره في ذاك البث اللي هذا اللي هو الراجل المحمد اخو الشاب اللي قال سيديه الراجل المحمد جزاه الله خيرا هو اللي وصلته فاط الشباب كاملين ومشاها وجميع رسيبيات اللي وصلونا وصلوا اهل المختطفين جميع الأدلة اللي طالع أستراليون على البلا وصلت رأي وصلت وصلت اهل المختطفين اللي 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 تابع لجبريل راهو قاس خوه واللي تابع لمحمد الإمام راهو قاس خوه وخوتهم الاثنين كلهم يتكلم بالإسبانية والله اخو واحد وعمل الثاني يتكلم بالإسبانية ذاك عم عندهم ذاك عم عند الشباب شور اسباني اخو عندي عنده محمد الامام هو اللي يتكلم بالاسبانيه اللي قطع وتواصل معهم وانا وتواصل معهم منين طلصوا الشباب الاثنين اتصل لي محمد خالد وقال لي شنو جديد الاخبار وجزاه الله خيرا قال لي شنو جديد الاخبار قلت له تكلم طلصوا عشان غير نحن قلت له ما عندنا ارتباط مباشر بالجبري قال لي هذا اللي عار علينا احنا كاملين الموريتانيين وانا قال لي دور لو دور محان الجزاء الله وخيرا هاو كلمات قالهم لي محمد خالد ذاك الوقت وراهو لين تاخر البارح لو لين تاخر البارح ما نطلص قلت لمحمد خالد لين ما يطلص جبريل لين نقعد مع الصباح في محامي في شبكه تشوله نمشوا له الادله ونمشوا له الاسامي ها قلت له محمد خالد والله ما قلت له صحيح والله اذا تقاوي اذا قلت له يا غير حنين هم ظلهم قاع خايفين من المحامي والله شيء نعاد بالصقع خايفين من محمد لماذا بداية ما نعود بونا معهم ذيك الطريق محمد بونا جميع الأصل لكن ما نضروا بهم إني بعد نقصتوا البضو وعاد ما مراخيني قلت له ريني تأخر الأصل يلا مدة البضو ويلا تقبوا محمد بويا شوف هذا واحد من الروسيات جبريل الروسيات شوف ذو الروسيات مازلنا لين ننشرهم كاملين خليهم عندك ما عينك بالفصل مازلنا لين ننشرهم منهم كاملين ان شاء الله على الصفحه دور شوفهم ان شاء الله على الصفحه دور انتشروا كاملين اللي هم طالبينهم منا نحن حالا مخونين وطالبين على انه الادله على انها تعود روسيات وسترن يونيون ومونيغرام ودوروا ننشرهم واصل في طلب وحيد في روسيا اللي انت وتنشرهم امحوك مسامي الناس اللي راسل المرسلين امحو ساميهم دوك اللي راسل المرسلين امحو ساميهم امحو خارجهم شو قالوا رقم مطاني امحو عنكم والله صحيح مكتوب عليهم سب بي اف حد لا ينشر يعود يتاكد من انه اسم الشخص المرسل ومحا اسم الوطني قالوا سب بي اف راهو مكتوب له سب بي اف ابشر ان شاء الله قضية القانونية نقعد حد نتكلم بها يلا تجي جميع المعلومات لأنه هو ما هي عصابة ونقعد حد قاد يجبر أدلة على هاي العصابة والله قاد يحكمها يلا رجع جداهم جميع السؤال اللي عندي أنا هنا لماذا ذو الناس لهم إلين عدتهم تخمم حالف على أنك تقبض لهم قضية محامي والله إلى آخره ما تعود عن قبضت لهم أصلا في البداية قبضت المحافظة على أرواح الشباب محافظ على الله الشباب نحن محمد بويا لاك عندي فيه نقطة شوي أنت كنت ما تعرف المكسيك وأمريكا اللاتينية أول طالبين هالعصابات فهمت وهل موريتاني كنت ما تعرف ما عندهم أي دلتين فيها وإلين عادوا الشباب خاطفتهم عصابة نحن واركاتيها يا الله نقيسوا مثلا المحامين ولاده في امريكا اللاتينيه امور تتبشر ثاني طرح السؤال بيلي مجرد رجاء يسمع اسم المحامي لا هي يطرح عليكم انتم ولا يطرح عليكم الشعب الموريتاني والله اللي شكوكي منه لماذا تسميتوا حال المحامي ما تعودوا بضبطوا الاجراءات من البدايه وتخلوا عنكم الطريقه الاخرى انا ما همني انتم خلي السؤال ما طرح ايوه زين هذا السؤال اجتني عليه الباب علينا مشينا باجراءات طبيعيه باش اولادنا ما نقصروا اي شيء بحقهم لا قدر الله اذا تعرضوا لشيء راك اللي نقول الحمد لله الين فاتهم قصوا اذا تعرضوا لشيء لا قدر الله لي خطا والله ارتكب حد منهم جريمه ينقال ما ينقال بعد هذا ما دفعوا عنه الفديه والله هذا ما عدوا عدوا نحن ما بخلنا شيء يقالهم شخلي هون لين فتنا دفعنا الفديه حازت العصابه وقطعت جميع الاتصالات معها انا قلت للتركي يتواصلوا معاهم كيف ما قالوا البارح الدا ما لقيتهم على تواصل معه هو ما تلاقوا فريزه ونحن جبريل ما
تاكدنا مولية كانوا بلاص ما مشاو لنا صوره كيف الصور اللي مشاو للطفل محفوظ مع ذاك الكبير شوف راه بلاص لا قالوا راه هو بلاص عندنا سرطان على صبحتي اقبال عندنا انا رجعت ونشرت خبر ثاني بيه المواطنين دائما نختار نديرهم في الصوره الحقيقيه الايام قلت لهم نحن قالت لنا العصابه على جبريل على المطلس يا قال هذا الخبر ما قدين ناكدوه 100% بان جبريل ما انتشرت لنا الصوره له عند المحطه كيف الشباب الاخرين كيف الشاب محفوظ ولا تواصل ذات مع حد من الشباب قال عن المطلس ولا حتى تذكرة السفر اللي كانوا يعطوه ما نعطوها اذا كان صح فهمته كامل شوف عدروها محمد بويا حان شوي شوف هم عدروا المرة الأولى ياك يأكدون معاملتهم من الصحيحة وعدروا المرة الثانية ياك يأكدون معاملتهم من الصحيحة والثالثة ما تراوي رقوا خلاكم لو السبب ما مشوا بيا صورة للطفل الرواية واضحة الرواية واضحة هو اللي قال لك الداه النقطة اللي هون ليش لينا احنا نعدلوا لينا احنا تكلمت انا والداه على عجل قلت له قال لي في حالة جبريل عادت العصابة مثلا ما هي مضبوطة نحن عادوا الاحتمالات كاملة يجوا في رأسنا إذا هو نحن شنين عدوا نحن ما نقدر نتمو مكتوبين ليدين نحن لا بد أن كل مرحلة وكل خطوة لا بد أن نحاول خطوة معها أنا من الرواقيج اللي أي أمر جاني ما نقبلنا عني نقول عما خالد حل لا نحن جبريل دفعنا فيديتو في يقار ما تأكدنا عن مطلق صراحة والعصابة ما تلينا جابرينها قبل الجميع سبل الاتصال قال لي الداه ذا محام فتبقى شور إذا هو اللي جاءت قصة المحامي اللي ذكر هون الداه قلت له لين عود الصبح ولا نجبروا أخبار عن جبريل لين لجوا الطريق قانونية بعد لين استنفذنا جميع الإجراءات الأخرى قلت له هذه النقطة وتقدر تواصل الداه من فضلك محمد خالد قضيت الشباب اللي مشكه في البرازيل وانه بعض التعليقات اللي تقراها هون في البث المباشر تعليقات ما مهمين واصل بكل شيء سوني انا عن تجربه سوني انا عن تجربه 13 سنه في الفيسبوك تعليقات من البث المباشر محمد بويه تعليقات من الراي العام هي تعليقات دائما من الراي العام هي موصله صوت الراي العام تعليقات دائما توقف في التعليقات قولوا تو قضيه تشكيك في اخبار البرازيل هذا خالق شخص لا يقبل قول شقيق ويطير اصابه اياك انه يستفيد من وراه وما بالثبوت عقلا للمحال هذا الشاب ولا اطلب مني مساعده من حد هو الشاب اللي نحكم خوه ما قاعد على الفيسبوك وقال انا دور تبرعات لخويا خلاص خوه من حر ماله والله من حر ماله خوته صحيح هذه النقطة لأنه هو ما وقف على الفيسبوك ولا تصل حد من المدونين وقالوا هذا رقم بنكي لي وشو لكن هنا طلعت الناس طلع محمد خالد جزاه الله خيرا على جبريل فاصل في التبرع كان مطرح رقم والده بث مباشر والناس كاملة تراعي فيه وقضية الإرسال نحن جميع الروسيات رانا وصلناهم لهم جميع الروسيات اللي جاتوا من أستريون وصلت أهلهم الرسائل اللي جاتنا من عند الاستوريون وصلناها للمتواصل معنا من 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 من, من اهل المختطفين يا هذا واضح هذا واحد نقطه اخرى ده يا جماعه عن الصبح الشباب اللي ياخذوا كاملين الشباب بعد ما يقعدوا مشتركين مع العصابه شوف الشباب ما هم عارفين ندخل في البث المباشر كلهم اللي يقول الطريقه اللي اختطف بها محمد ولي رد اخبار العصابه كامله محمد نقطة اجبرنا صعوبة في تحويل لجبريل النهار الأول والنهار الثاني حولنا له في آخر وقت لأن اجبرنا صعوبة لأن الشباب اللي ميتهم هو ما تلا فيهم واحد قد يحول فيهم اللي حول مرتين والثاني فيه اللي محول له واللي ميت للشهر هون يلحق 2500 دولار إلى 2000 دولار يعني حد حول المبلغ اللي هو ذاك الشهر عود ما تلاقي مسموح له بأنه يزيد ما تلاقي يسمح له بيحول نهائيا واضح مدة شهر تام مدة شهر كامل عندك 40 دولار 2500 قانونيا ما تتحول فوقها قد تحول عن طريق السوق السوداء لكن بعد انك تحول مباشرة من استراليون والله من مونيغرام هاي ما تت عندك حق فيها حتى استراليون اللي يحكم اوراقك يقول لك انت ما تت تحول نجيب الاوراق ويقول لك انت هو ميتك ما تت تحول اجبرنا صعوبة واضح جزاك الله خير النهار الاول والنهار الثاني في تحويل
والتحويل وبعض التركة حول مرتين لأنه ما كان أصلاً كان عنده ليميت. الراجل كان جاي مشور موريتان وكان عنده ليميت حول مرتين ولا رضا وجزا الله خير. تركه هون اليوم خمسة ولا ستة في البرازيل اليوم سبعة ما في محد خارج شيرين فات مشات الفضاء وجميع الروسيات الطالة وأستراليون أرام وصلوا أهل مختطفين عدد المبلغ اللي مشي منهم البرازيل بالبرازيل وبالدولار وبفالت المكسيك وصلوا بالبرازيل وبالدولار وفالت المكسيك. تفضل يا لا يستحق الشكر هون صوت الشعب اللي هو أو الإخوة المدونين محمد خالد ويستحق الشكر ومحمد البيلاي هاي هم اللي يستحقوا الشكر وال محمد عبد الله البنينة هاي هم اللي يستحقوا الشكر وجزاهم الله خيرا. نحن هم في البرازيل أي شخص مكان يدور يعمل نفس الشيء أنتم تستحقوا الشكر حتى بيكم اللي بات في الديار أنتم اللي وصلتوا صوت الشعب وصلتوا صوت جميل جزاكم الله خيرا. هم اللي باشرتوا عمل التحويل جزاكم الله خيرا وراني من هذا البار شاكركم مني باسمي محمد فرعنا شوية أبو يدور يتكلم لي يقولكم كلمة على عيوناتي محمد والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جات ايش حالك لباس؟ اهلا وسهلا كيف حالك لباس؟ كيف بخير يا حاشي؟ معكم حاشي في شوسيتو مع التعب. ما شاء الله الحمد لله الامور تمام الحمد لله ما شاء الله. انا اللي نقول لكم جزاكم الله خيرا نسهركم ونبكر عليكم مجلس اصبح الشمس ما بطل يكسركم. الحمد لله الحمد لله نحن مستعدين جزا الله خير الشباب واللي يستحق الشكر محمد خالد ومحمد والله بوية جزاهم الله خير ما قصرتكم ملي تقولوا عني تحستكم بالتلفين ومبكر عليكم ما بعد صباح ورطتنا ومشينا ولا قد نمشي طير ما شاء الله نحن قاعد ما نبدو نتحرك ومتحرك بغير هذا كامل عادي نحن هون عادي ما مسامه ولا عادي المسامه الحقيقيه اللي وصل صوتكم انتم للناس اللي وصل صوتكم انتم للموريتانيين هو المسامه الحقيقيه والله انا قريب جيريت من طاوني الاصابه بالرقم تخايف ما اعرف كانوا برازيلي والله مكسيكي والله موريتاني واتصلت له قلت له ذاك قلت السلام عليكم قالوا عليكم السلام حتى انه عرفت انه موريتاني وقلت له هاي رقم دور غريب عليك قال لي ما الله ما هو غريب لك هاي رقم موريتان قلت له سبحان الله وسلمت لي لين اكتمل السلام قلت له انا راني قريب جبريل قال لي وخرت وتواصلت معه وقلت له عند العمله نختار نوصلوه ستيف اللي نوصلوا بها الاصابه قالوا لي اعطاني رقم الاخ ذاك هون في النواكشوب والله محمد تواصلت معه جزاه الله خيرا شان عند كارفور لماه ورجل طيب يجهز إن شاء الله بالإحسان. في ذيك اللحظة 29 دقيقة هم بتوقيت نواكشوط أجب تصل بنفس الوقت قالوا استريون فضل وقالوا لأنهم ذاك الوقت دوري بشي مشوا لأسترينيون ونعرف عن ذاك لا سبحان الله لا يجبر صعوبات بينكم فتوا مشيتوا عن ذاك الأخ الأول والأخ الثاني هناك يجبر صعوبات الأستاذ فضل ومشوا ليك الليلة ذيت روسيات وبقاوا روسيين وعادوا الناس لا محمين لي يقولوا لي الفضل منين قالوا لي جاءوا اثنين وبقاوا اثنين قلت لهم اثنين دور شوكم أصباح وهم لا أنا شكوا عني نخزي بهم وجدت مشي المساجات ما يجاوبوني متصلين ولا يرفضوني في تليفون نقطة النهاية نقطة ما اللي نقول لكم جبريل اللي تلقى له هون واحد من الشباب هو اللي تلقى له في المطار وتم معاه هون يعني مش هسا تخططوا للعصابة قالوا طفلين قالوا محمد تميم تم عام البرازيل اللي نمشي ولا عندنا تنفقه هون بالبرازيل لا كوري ولا حرطاني ولا بيضاني ما عندنا تبرغة جبريل اللي تلقاله بالمطار تقال محمد تميم وجابوا للدار وتم فيه اللي نمشي طافيه ذات ايام وتم ماشي من هون للبرازيل انا هو المتقيله هو للأسف أصلاً ذا النوع من الأمور أصلاً ما يلا قاعد يذكر بيضاني حرطاني كوريا غير بسبب استخدام السياسيين وعات الناس وتوب لا بدنا تذكر أنا هذا اللي جيتون البرازيل ما نعرف عدو تلقالي وجماعة من فلانية تلقات لهم البرازيل وتميت معها طيت معها خمسة أيام أنا والراجل تلقانا جماعة من فلان واحد قال له موسى سك
هو اللي تلقاني وتمينا معاه هو اللي يمشي تمينا معاه يدين يمشي يدين اعطينا 5 ايام وتعرفنا على المسيد والعرب هون وتبدأنا العمل في السوق هو اللي تلقاني هون في البرازيل الحمد لله شبينا في دار وقعدنا فيه اللي قدم انا شوف ده المواطنين ساهين عن عند المجهود اللي قمتوا به على هذا العمل انتم كان يشكل عليكم خطوه بين التعامل بالعموم على العصابات في المكسيك خطير جدا وانتم هو دعم ارهابي هو دعم ارهابي هو قانونيا دعم ارهابي لكن نحن بالمواضعات على ارواح اخوتنا الى حاكمنا قضايا ما عندنا معاه مشكله عادي القضاء ما يجازيكم عادي عليكم انتم جازفتوا بروسكم وعليكم تكونوا تكبدتوا ياسر من العناء وهذا كان دخلي انتم هذه الروايه ما جاتكم ما جبتوا لها روسكم هذه الروايه بدت عن سيدينا المختطف الاول عن خوف احد الشباب هو الراجل ماله هو اخو سيدي يابا والله 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 اخوه هو الراجل كيف ما قلت انت سيدي ياب اطلس خوف ما لجأ للتبرع ولا لجأ للتبات مع اجراءات يطلس خوف وكان قاعد الروايه انا ذي الروايه ما علمني بها الراجل ولا علموني بها شباب البرازيل انا ذي القصه علموني بها تركه في المكسيك وانا انشرتها لين انشرتها الداه اول شيء تواصلت معاه عن طريق تعليق شفته معلق اعلن الروايه حقيقيه وعن واحد من الشباب مبارك معاه تنتبع فيديو خالك شخص انا نسينا ما اشكرنا من هون حاني شوي كمل محمد دحان محمد دحان لا تنسى تشكره اولا تنشكر اسمه في التعليق وكليكيت عليه وطلعت صفحته ومشيت له مساج نسوله وعاد بلاك مشيت له دماد وهذه هي اول علاقه بيني انا والداه عرفت قال لي عنه من تركه اللي في البرازيل وعلى انه مواكبين قضيه الشباب من خلال سيديا اخو احد الشباب اللي فهم معاهم في البرازيل من الشباب طيب ده قاعد معايا في جاليتنا في سان باولو وبذلك هذا هو اول تنسيق لي انا مع ذو الشباب ذاك اللي هم في البرازيل وتميت مع الداه بالخصوص جازي بالخير الليل والنهار كل وقت ما قتلفنت له ما قبضني وداري صوره الاجراءات والحمد لله جابرته مع ابو كان فهم سوء تفهم ده كامل الامور وذا النوع ذا الحمد لله قلت له وانا فهم نقطه عن هذا ذاك اللقب قال من الوايد ذي الصوره اليوم هذه الصوره اليوم لنرجع وناكد علينا يا اخوتوني ذا بنادم نحن ما عندنا عنه اخبار الصبح لين جبروا جبري والله يجبروا محفوظ ليقول لنا عن ذا الشخص على انه قاع ما هو فرد من العصابه ليقول لنا هذا مخلوق مولانا كان مكرود معانا وماشي معانا شو محطه الباص ما اللي قلت لك انا هذا المواطن كان معاهم فهمتوا معنى الناس تفضل ده قلت لك تسوي هذا مو يتمون انا ما يدري انك قلت لك تسوي عنه محفوظ انا لازم نوقع شنو قضيته والله راك اتصلت عليك تسول عنه محفوظ اتصلت عليك قال شفتوا الشباب كان يتصلوا انا لي نحرص على ان الروايه كامله نجبرهم كاملين ولا يتسعوا لين يفوتوا ياخذوا ذي المحنه اللي فيها ويوصلوا بسلامه لا يديرونا في تفاصيل الموضوع مطالبين بمحمد بوي هذا لين يفوتوا يدخلوا يعلم انه دخل شوف لين اعطيكم معلومات بالنسبه للشباب شوف بالنسبه للشباب الثلاثايا مواقعهم حالا من الكره الارضيه ذي هي واحد منهم حالا راهو عند الهجره الاول منهم انطلاصين قال له سيديا راهو سيديا محمد حالا راهو عند درك الهجره عند 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 الحرس الحدودي الولايات المتحده الامريكيه حالا عندهم ودور ينطلص مع قانون الصبح نهار الاخر نهار اللي بعده ان شاء الله ربي دور ينطلص باذن الله تعالى وبالنسبه للمحفوظ فتني دخلت معاكم في البث المباشر خلط لاهي مشي رساله لابو بيا اللي كتبت لكم قبيله طلعوني ما شفتوه مشيت ابو رساله قلت له ابو ذاك وحالا حد من الجماعه اللي طالع في الفيديو لايف دخل شورو قاعد معاكم ابو تو مشيت له على انه مشيت رساله قلت له فلان قول لهم على انهم يطلعوني عندي عنهم هم هو اللي قال لكم تطلعوني باللي مشيتوا برساله وخلطي شور الواتساب جبرت محفوظ مشي لي رساله في الثاني اللي انطلاص جبرت مشي لي رساله قال لي على انه حالا راهي في شين قال له الولايه الحدوديه البلاصه اللي رصفوا الناس تيخوانا قال لي على انه راك انه في تيخوانا وانه الليله باذن الله تعالى الرجاء شد الحزيمه الليله ان شاء الله ربي لا يصوت حياط البسطه باذن الله تعالى وبالنسبه لجبريل عثمان صو هو التالي كان من الاخوه الحمد لله اللي انطلاص
خاب في الطريق قطعوا له الناس بيتو حالا في الطريق. كان قبيلي المعلومات يعطيها لي ابو ذاك اللي قاعد في زرك، كان هو اللي قبيلي يعطيها لي، قال لي على انهم روحوا في الطريق وعلى انهم لا يواصلوا ان شاء الله محقا انهم الفجرايه والله الصبح يدور يوصل لمديزاد ولتي اخوانا، معناها لانه خلال نهار اثنين هم يدور يدخل ولين فوت ياخذ باذن الله تعالى كاملين دور نطلعوا لكم في بث مباشر. وهذا وبالنسبه لحد يدور يشوفوا وجه الطفل اللي قلتوا على انه متروق، علاش الراعي فيكم كان ياسر ممكن يقول لكم الطفل متروق عنا ليش منعت لنا حساره والله تبي والله روايه الطفل بطلع معي انا في بث مباشر، بث مباشر ذاك هو على صفحتي. احيانا نعود رقاج ما هو جاهز محال ما يتروق الله يجازيك يا وراعي لكم تفضلوا لكن مراد الناس كامله محققين نحن بلد المليون محقق ما فينا المليون شاهد يا أخوة مليون محقق حتى مليون محقق غير شوف أنا قاعد أختيرهم شيك فلم مرتب وعندهم الحق نحن عندهم الحق يقال لا يجبنا حد بلي شوف ما حد نوم في ذا البث المباشر. أنا طالب من الشباب كاملين علنهم يتقوا لي سيديك ماش يتقوا ليك جماعة كاملة المشككة وطالب منكم ومولي تخلوا بيني أنا معاهم نتكلم أنا معاهم، لكن اللي يبقوا يقولوا يسولوا عنه كامل شباب لن يجاوبهم أنا عنه. نحن لا يقول لك شوف علنا شوف لا يقولوا شوف علنا ما نجاحدين بعد ما صاروك لين يجابوا نحن معاهم في حلبة وحدنا وليلي إن شاء الله ونتقاولوا نحن وهم لا يجاوبوا نحن نجاوبوا. تفضل أخي الدهر محمد بوي اني مسلم عليكم كاملين من عند ايطازيني الى برازيل الى مزيك الى عودول منظوم مرحبا وكل كامل ساكن وتعبانين الى مشاكل امور الدنيا ونطلب لكم من عند مولانا مولي موفق يرضي عنكم مولي يردكم وطنكم ان شاء الله سالم ان شاء الله امين امين اي مضر ما شاء الله وراكم مشاكل ايوه طلبوا شوف انت تقعد تطلب انه مولانا علينا نرجو لوطاننا سالمين انا هذا ومعايا واحدين اخرين ما بنقدر نساك ما فات مشى غزواني طلب مولانا احمد الغزواني يعني عندكم شي ماشي تقدرون شور نعمل هاك القاس اكثر من مره بيجي لنا مولانا ترجع كامل من عند او مسلمين لكم طالبين لكم عند مولانا خاطر ان ما شاء الله هذا على اول مره اشوفها أنا ما شاء الله من ديزاني تقريباً 2014 وماك أنا في فيسبوك يطير هاي النوع مقابلة أول مرة أشوفه أو مولي أول مرة أشوف تبرو أصلاً كنت نسمع لا في كوب دي موند والله في أغنى تبرو أنت بأفرك مالك عالم دار النعيم هو من دار النعيم هو من جمع الصباح أنا لعب لهم في جنسات كامي في دعبي في مرة تبرو دار النعيم جاءت مستحاب فؤاد صفرة بدي في محمد بويا فؤاد صفرة تم أنا كذرك من دار النعيم حتى قالك عزاك سمعوا داع لأنه الدولة وشاكا لأنه للدولة صل ما هو للدولة الدولة ما قطع عدل الشيطية راعة ما أنا ما عد قالك عن تآزر هي اللي وأقرأ ولجل مولي المخبوط على الرأس أرانا طالبين نقول أنا شكرا يا خلوا عنكم صاحبي
خلوا عنكم صاحبي. شوف ايه انا نشوف مولي زي يقول لك انا رواية، ذاك بنادم اللي خبط على الراس، ذاك اللي خابطه خبطته وانا بوقي على الصقعة لين شوية ما صقعة. جبريل اي والله شاكركم كاملين، شاكر التبرع عدلنا كاملين انه ما في كامل شباب مولتان وشوابين ومولعليات وذي كاملين تقول معدلين زي عندنا وذي كاملين واللي تعدلوا انتم مولي زي عندنا حتى مولي يا وشكرا شكرا ميرسي ميرسي بارك الله فيكم بارك الله فيكم. شوف خلينا نقطة أخيرة. أخوات جبريل يتكلم. وأخيرت. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا وأخيرت. والله اللي مرحبا مسلم أنا عليك حتى. لا توحلي لا توحلي هو مرحبا ليدي نيفوم مثال بني لمرتب تبنغوني أنتم بارو ودنا بنغوني المثال مني بكاد من جتي كاد كادين جاتو إندارو ده أمين إنغفاني من شنو إنغفاني من كاد من جوم إنغفاني من دنيا تشاري سبلوم كلام ده بيجوت أمين ده بنجي وده إيجاز أمين المبكري بندانيا الارض امير بندانيا هكلا جميل بنبي من ولد سو الله جدي شكري مع اكي تكدي كاد المود الحمد لله كاد من جكي الله كدن في سب دم غيرنيا دم هبي من ها دو تو من جودي بن اتشالي وانا هاي غوت في مورتن نا دونا دتب وانا غوت وانا تشكل وانا مور فوق بدر في دامي تلفون غادي دياني كان كوي مبه بدانا في جمع يلاو ها اويت dumnan amin jetta kadi jettor kadi amin nyaabono Allah ha juddi balde muddi batan kadi go fof kadi Allah hokku dum sabo hore muddo amin ya bakka gule amin 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 da worbe be do dari be jamma jalaw amin kadi ngam kadi yottude hakkeji be do nangono habe akita kambe ta ko be dakita e kadi go go fof nana jokke راني مسلم عليكم انا حتى مولي مرحبا انا مالي انا مالي لولكم انا مالي واحد من الزعتر دائما ولدنا انت مالك من كارتيتنا خارج نقطة أخيرة نختار نقولهم في البث المباشر بما أنه هو الأخير اللي نعدروا حولي القضية خارج شوفوا نهار التبرع الأول اللي فتحت أنا اللي كان عند محمد الإمام أطلع هنا في بث مباشر وقال لكم أعلنوا المبلغ أعلنوا أنه الحاجة 900,000 قال هنا في دار عثمان صو هذه وقال أعلنوا أنه لا يعدل به شك ويمكنوا منه عقب طرشي في ذاك ما عليه الأمر اضرو 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 قال على انه بغايته في شمن ذيك الفضاء عليه دين والله روايه المهم نحن اذا كامل خلق في البث المباشر والامور كاملها يعني تعود عامه لا بد تتم عامه ولا بد تتم الناس مطلع على ذا اللي خلق فيها هو شنو هو ما يجي شيء من تحت ولا يجي شيء من هوك ولا من هوك خارج الامور كامله تعود لا واضحه طلع هون في البث المباشر هون قدامهم كاملين وقال على انه ذاك الشك انه ذاك اللي دخل في كونتو على انها 900,000 على انه لا يقبض ويعدل بها شك ويعطيها العثمان صو وعلى انه قاعد مستعد هو على انه يزيدها عقب طرى عليه شيء قال على انه زاد هو على انه عليه دين وانه عنده باطش من الامور وانه يختار الا هذيك الفضه اللي هي تنقسم بينه هو وعثمان صو وراد الله على انه بعد المهم على انه اليوم حول العثمان صو هذا منها 400,000 عثمان صو ذيك 400,000 وصلتك صددري كم عليه صددري كم عليه والله وصلتني وصلتك 400,000 ذيك 400,000 جايه من عند محمد الامام من التبرع الاول اللي فتحنا نحن فتحنا تبرعين اثنين واحد فتحته وانا هو الاول على الصفحه
ولين علمت على انه محمد الامام قال انه قاعد الفضاء انه ما محتاج لها، وقفنا ذاك التبرع وجاء محمد خالد الوالد اللي قاعد يزره وفتح ذاك التبرع الثاني وهو اللي انطلص منه جبريل. عندنا هم اللي مسؤولين عن الفضاء الاولى، لابد ان نعود متابعينها بلي فاض الشعب الموريتاني، ونحن هم اللي اصلا فاتحين التبرع، ولابد ان نعرف وش خلق لها، بما ان الرجل قال قدام الناس كامل على انه ما محتاج لها، معناه انه ايش يلا يعدل حد روايه ما محتاج لها، يلا تنعطى لك الشخص اللي محتاج لها، ترين عليه بعد انه يعطيها العثمان صوب، بما ان عثمان صوب والدنا محتاج له واللي في محنه ونحن الاولاد كاملين، بالتالي يلا نوقف معاه. قال هنا في البث المباشر قدام الناس اللي هو محمد الامام على انه لا يعدل به شك ويعطيها له، قبل طرى عليه شيء